في ظل عصر التكنولوجيا الذي نشهده اليوم، طغت على سطح عالم الأسواق منصات عالمية للمتاجر الإلكترونية، وقد بدأت في سحب البساط شيئا فشيئا من بعض الأسواق الحقيقية، إذ اتجهت شريحة كبيرة للتعامل معها، كما انقسم المجتمع ما بين مؤيد ومتحفظ على التداول والشراء عبر فضاء الإنترنت، لا سيما مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك. صالح يوسف والتفاصيل. يبدو أن الأسواق الإلكترونية اليوم تحاول دق مسمار نعش السوق الحقيقية، لا سيما في مملكة البحرين، إذ اتجه 15% من المجتمع إلى التسوق عبر الإنترنت. عزام أحد الذين زحفوا لذلك العالم وصار يتجول خلاله حتى في حياته عامة. أما أبو محمد فقد حمل لواء الرأي المتحفظ لهذه الفكرة، وله مؤيدون من رواد السوق التقليدية. هو شيء زين إنه في أشياء أونلاين، بس الواحد لازم يجي السوق يشوف شنو فيه شنو ما فيه. ساعات تطلب شيء أونلاين، مثلاً تطلب أوردر أكل، ساعات يجيك شيء غلط. فأنت الأفضل إنك أنت تنزل السوق تشوف البضاعة، تشوف المحتويات الموجودة، وتأخذ بنفسك تكون مطمئن من الشيء اللي أنت تشتري. لو عندي أنا عقم ويدزوني في الويلشير، لكن أنا أشيك. لازم اشوف شنو اللي احسن واللي ما احسن. يعني ساعات الاعلان يقول لك شيء غير اللي انت تبيه، فهذا شيء خطا. في ناس يفضلوا الاونلاين اسهل لهم، بس انا لا، بالنسبه لي افضل اروح المكان نفسه واطلب واشتري اشوف الاشياء بنفسي. يعني في الكفه الاخرى، ومع تزامن كاس العالم، ذلك الحدث الرياضي البارز، يصر عزام في شراء زي تلك الافرقه العالميه المشاركه فيها عبر هاتفه المحمول لمواكبة الحدث. ولعل نجد متاجر إلكترونية احتشدت في هذا المجتمع المعلوماتي، منها تطبيق ماتشلا البحريني الذي ركب الموجة الرقمية ووجد أنصارا له من المواطنين وحتى الوافدين والسياح. هو عبارة عن تطبيق بحريني بإدارة بحرينية 100%، يضم حاليا ما يعادل 10,000 تقريبا مستخدم، وإن شاء الله في خدمات راح نضيفها زيادة إلى التطبيق، من خلال ممكن نضيف له دفع القروض، دفع أبيال الهواتف، دفع أبيال الإنترنت، وإن شاء الله في ماشلة في تطور. يعني أنا من فرنسا، وأجد البحرين اليوم تواكب السوق الإلكترونية بشكل مميز. أنا أحب هذا السوق. أنت في المقهى يمكنك شراء كل ما تريد بجهازك المحمول، كالملابس والهدايا وأشياء أخرى. بل اليوم اكتشفت أن هناك موقعاً للحكومة الإلكترونية، وتستطيع سداد مختلف المعاملات الخدمية كالفواتير وغيرها. في ظل ازدحام الأوقات ونشاط مختلف المتاجر عبر فضاء الإنترنت، هل تشهد الأسواق مستقبلاً عزوفاً لمرتاديها؟ ربما هذه المقولتان تفي بالإجابة. لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، وللناس فيما يعشقون مذاهب. ما بين التسوق الحقيقي والتسوق الافتراضي أصداء وآراء ومذاهب شتى، وفي جعبة كل منهما بالطبع ما يميزه وما لا يميزه. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.